يسعد لي صباحكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة زاكروس الفضائية. صباح الخير زملائي داخل الاستوديو. استطلاعنا اليوم يتحدث عن ما هي أصعب مادة دراسية كنت تعاني منها أيام الدراسة. خليكم ويانا نشوف آراء الطلاب. شنو أصعب مادة كنت تعاني من عندها أيام الدراسة؟ الفيزياء صعبة شوية، بها تجمع رياضيات وتجمع حفظيات وهواية شغلات بها وحشو بها، يعني كلاميات وبها معادلات ومسائل صعبة على الطالب. الرياضيات أكثر شيء. ليش؟ صعب مرات، أكو تمارين تصير صعبات وحلكم مفصل صعبة حيل الرياضيات. والله كانت الفيزياء والكيمياء والأحياء، يعني كلها كنا نعاني من عندها. زين، بسبب المنهج أو التدريس؟ والله صراحة بسبب المنهج. شنو تفضلين، المدارس الحكومية ولا الأهلية؟ طبعا المدارس الحكومية. شنو أصعب مادة دراسية كنت تعاني منها أيام الدراسة؟ دخلت مجموعة طبية، فأصعب مادة واجهتها هي الأناتومي، مادة التشريح، تشريح جسم الإنسان، أصعب مادة بكل المراحل وكل الأقسام المجموعة الطبية. الإنجليزي، لأن يعني المدرس مالتنا مرات ما يوصل المعلومة صح، فيعني أكثر شيء مادة وأكثر مادة صعبة هي تواجهها الإنجليزي. ويعني مرات الرياضيات تكون بي أكو مواضيع صعبة، بس هي أكثر شيء الإنجليزي، لأن يعني مادة ما مجهزيها للطالب، ما مجهزيها، ف يعني انه الانجليزي هي اصعب مادة. والله الاجتماعيات المدرس مالتنا كان دكتور، فهو يعني متعود على الصعوبة، فيجيب الاسئلة من بين يعني الفراغات هواي، يعني كلش صعبة الاسئلة كانت، بس الحمد لله. يعني هو كان مصعبها مو المنهج صعب. اي بس امين، انا المدرسة مالتي مال المتفوقين، طلعت معدل بالسادس 97 ودخلتها.